ملف المصالحة، مصالحة الفصائل الذي اليوم هو في بكين في العاصمة الصينية. وطبعا سيكون معنا من بكين أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية بلال قاسم، وهو عضو وفدها إلى الحوار الوطني الفلسطيني. وفي المقابل سيكون معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي إبراهيم المدهون. إذن سنتطرق إلى موضوع المصالحة مع وجهتي نظر مختلفتين، الأول مؤيد لمنظمة التحرير والثاني ربما يميل أكثر إلى حركة حماس. دعونا نستمع إليهما وعلى هذا الحوار الذي سيدور بينهما. من بكين إذن بلال قاسم، أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو وفدها إلى الحوار الوطني الفلسطيني، ومن اسطنبول إبراهيم المدهون كاتب وباحث سياسي. مساء الخير أستاذ بلال، مساء الخير أستاذ إبراهيم. أبدأ مع أستاذ إبراهيم قبل أستاذ بلال، تعليقا على كلام الدكتور محمود الهباش. ما بعرف إذا سمعت وحصلت على الكلام كاملا وبالتالي على ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلية. نبدأ بتعليقك على ما قاله الدكتور هباش. في البداية تحياتي لك أستاذ فوني وتحية لضيفك الكريم من بكين. أنا اليوم كنت أعقب على ما قاله الدكتور محمود الهباش في البي بي سي، كنت على البي بي سي بعد ما قال ما أسلفت أنت في المقدمة. يبدو أنه تراجع الآن عما قاله في البداية. قبل قليل ما قاله كلام يعني على الأقل مقبول، ويمكن أن يكون على أساس مع بعض التحفظ طبعا، لكن لا شك أن يبدو أنه تراجع أو رجع عن ما قاله في السابق، ونحن لا شك أنه يجب أن نحكم على ما قاله الآن. ما قاله الآن في مجمله أنه يعني يحمل بيئة تصالحية جيدة، ولكن لا شك علينا أن ندرك أن الواقع، ولكن لم يتراجع كثيرا أستاذ محمود، لم يتراجع أستاذ إبراهيم عفوا، لم يتراجع كثيرا. يعني إذا بدك لطف الجمل، ولكن بقيت بنفس المعنى وبنفس المغزى. يعني حماس لن تحكم غزة، حماس هي من انقلبت على الشرعية، حماس جرت الويلات على الشعب الفلسطيني لمدى سنوات. يعني لم يتراجع ولكن قالها بقالب إلى حد ما يمكن ملطف أكثر مما قاله في وسائل إعلام أخرى. على الأقل هو اعترف أنه لا أحد يستطيع أن يسحق حركة حماس، وأن حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني وأنها تمثل الشعب الفلسطيني. هذا اعتراف سياسي أعتقد أنه متقدم جدا ويجب الاعتماد عليه. ما دون ذلك حركة حماس، هو قال لا أحد يستطيع سحق الشعب الفلسطيني، لم يقل حركة حماس، هو حدد الشعب الفلسطيني وحركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني. هذا اسمح لي يعني عبعقب عليك، بس تكون الكلام بمكانه وما يكون في تحريف للكلام. تفضل. في تحريف للكلام، ولكن حينما نقرأ الجمل السياسية تكون واضحة حقيقة. في البداية كان هو يتحدث عن إزاحة حماس، اليوم لا، هو يتحدث أنها جزء من الشعب الفلسطيني، أنها تقود الشعب الفلسطيني، وأنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي ولا لقوة سحقه. هذا كلام يعني صحيح. الآن الحديث عن الانقسام والتداول هذا يعني حديث كمن يعني أكل عليه الزمن وشرب. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة أمام شعبنا الفلسطيني، الكثير من التحديات. هناك حرب إبادة في قطاع غزة، يجب أن نتوحد. هناك عدوان على الضفة الغربية، هناك ابتلاء للضفة الغربية، أكثر من 70% تحولت إلى مستوطنات. هناك رفض للسلطة الفلسطينية من قبل حكومة متطرفة. هناك تعاقد يعني سحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كل هذا يحتم علينا جميعا أن نتوحد ولا نستمع إلى بعض الأصوات من هنا ومن هناك. أنا قبل ذلك كنت معك في أحد الحوارات، وكان أحد الضيوف الآخرين يعني يتبنى الرواية الإسرائيلية. قلت له أنت لا تمثل الرواية الإسرائيلية، وقلت لك في ذلك الوقت أننا هناك حوار فتحاوي حمساوي كبير. اليوم يعني تصادف أن أأتي لأعقب على هذا الحوار. أعتقد أن ورقة بكين اليوم هي ورقة قوية يمكن أن تكون أساس لحل ولمستقبل فلسطيني يعمل على المصالحة ويطوي
يعني صفحة الانقسام، ولكن هناك تحديات يمكن الحديث عنها. نعم، دعني أنتقل إلى أستاذ بلال قاسم، أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطيني وعضو وفد جبهة التحرير إلى الحوار الوطني الفلسطيني في بكين. أستاذ بلال، السؤال سيكون متفرع بعض الشيء، قبل أن أسألك إلى يعني لوين وصلت المفاوضات معكم في بكين، هل تعتبر أن كان هناك تراجعا في كلام الهباش لقناة المشهد عما قاله في وسائل أعلام أخرى اليوم؟ صباح الخير من بكين اولا. صباح النور، ساعة بكين عندك. ايه صباح النور، احنا عندنا 2:30 الصبح، واكراما لكم وفقنا. لا لا لا, لا 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 ما تبيعني اياها، بعرفك بتسهر، بعرفك بتسهر. طيب اوكي، تحية للزميل المشارك المدون. وحقيقة لقاء الصين هو جاء بدعوة كريمة من جمهورية الصين الشعبية. نعم. هذه الدولة العظيمة اللي تربطها علاقات تاريخية بالشعب الفلسطيني منذ عام 1964، عندما افتتح أول مكتب وسفارة لفلسطين في العالم كانت في الصين، عندما زارها الرئيس عرفات رحمه الله والشهيد القائد أبو جهاد رحمه الله. الله يرحمه. الصين تربطها علاقات طيبة وتاريخية مع الشعب الفلسطيني، ودعماً لنضال شعبنا الفلسطيني جاءت هذه الدعم الكريمة من جمهورية الصين الشعبية. ممتاز، خلينا نبلش نقطة، خلينا نبلش نقطة بنقطة. نحن وياك، السؤال كان هل تعتبر أنه دكتور محمود الهباش تراجع معنا عن كلامه السابق في وسائل إعلام أخرى اليوم كما قال الأستاذ إبراهيم المدهون؟ أنا للأسف لم أسمع كلامه الأول لأنه كنت بالاجتماعات حقيقة، أنه ما عندناش نت ولا. أما ما سمعته من الأخ الهباش هو تراجع، لكن هو موقف فلسطيني، هذا هو موقف منظمة التحرير، هذا موقف الشعب الفلسطيني. أنا ما سمعت كلامه الأول حقيقة وبكل صدق، لكن سمعت المقابلة معك عندما قال أنه ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية أن تتم، ضرورة عودة الكل إلى حضن منظمة التحرير الفلسطيني ممثل شرعي وحيد، وأن حماس جزء أساسي من الشعب الفلسطيني. هذا ما سمعته من تصريحاته. هل نعم. تراجع أم تقدم؟ صدقني ما بعرف. طيب بما أنك ما تبعت، طيب يعني أفضل خلينا على النسخة، خلينا على النسخة الإيجابية من الحديث. شو بدنا نرجع للواحد؟ طيب بدي رأيك أنت تحديدا اليوم، يعني اليوم هل تقبلون بأن تستمر حماس بحكم غزة بهذا الاتفاق، أو أنتم عندكم شروط معينة؟ شو شروطكم عم بتحطوها على حماس بهذا اللقاء؟ لم يضع أحد شرط على أحد، وهذا اتفاق منظمة التحرير الفلسطيني ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، ضرورة عودة السلطة الوطنية الفلسطينية المشكلة أساساً بقرار من مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني لتحكم كل الأراضي الفلسطينية ودولة فلسطين تحت الاحتلال. الشرط الوحيد علينا أن نعمل معا الآن لوقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليميني الفاشية، التي لا تعترف بالفلسطيني كشعب ولا بالفلسطيني كفرد. من هنا جاءت هذه اللقاءات وبأجواء حقيقة إيجابية لتؤكد على كل ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات ممتاز. السابقة في موسكو. ممتاز. يعني هل وافق وفد حماس أستاذ أنه السلطة الفلسطينية تحكم كل الأراضي الفلسطينية اللي هي موجودة عليها بما فيها غزة، ويكون المرجع وتكون هي المرجع السياسي والعسكري الوحيد على هذه الأراضي؟ هل وافقت حماس على ذلك؟ نعم سيدي، وافق المجتمعين على النقاط التالية، إذا تحب أقرأ لك إياها. يا ريت أكيد. أول نقطة، توحيد الجهود الوطنية لمواجهة العدوان الصهيوني ووقف حرب الإبادة الجماعية. نعم، ما بدي أطول فيها. لا أعطيني يعني عناوين بس، أعطيني عناوين. وترحب الفصائل برأي محكمة العدل الدولية كمان عناوين، ما هي؟ وانطلاقا من الاتفاقات السابقة اللي جرت
في موسكو وفي مصر وفي الجزائر والاتفاق الالتزام بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس طبقا لقرارات الأمم المتحدة الصلة، يعني نعم. كل قرارات الشرعية. لا أعطيني النقاط، أعطيني النقاط اللي كانت هي أستاذي، أعطيني النقاط اللي كانت هي محور خلاف بينكم وبين حماس، يعني النقاط الأساسية، يعني القدس عاصمة لفلسطين، هيدي كلها نحن بنعرفها ونحن ننادي بها. أعطيني بما يتعلق بخلافكم، يعني أنتوا هل في نقطة، لحظة علي هل في بند معين اتفقتوا عليه أن تحكم المنظمة الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية غزة بدلا من حماس؟ في هكذا بند موجود معكم بين إيديكم؟ نعم. ريلي يا مولانا. نعم نعم. جيم، تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني بتوافق الفصائل الفلسطينية وبقرار من الرئيس محمود عباس بناء على القانون الأساسي الفلسطيني المعمول به. تكون حماس ممثلة فيها؟ تكون حماس ممثلة بهذه الحكومة؟ قلت لك حكومة وفاق وطني. طيب. مؤقت بتوافق ولكن هل ستكون حماس ممثلة بها فيها؟ حماس لا لا لا، لم نضع حماس أو الجهاد أو الشعب الشعبي أو غيرها. هاي حكومة بتتشكل، حكومة تكنوقراط، حكومة كفاءات، حكومة من كل الأوساط، لكن بتوافق وطني، بتوافق عليها كل الفصائل. طيب. التي شاركت في هذا الحوار. معليش. لتمارس الحكومة المشكلة سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة، بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وعلى أن تبدأ الحكومة بتوحيد المؤسسات الفلسطينية كافة في أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة في إعادة إعمار قطاع غزة، وتمهيدا لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية. هاي أهم نقطة. من سيحكم غزة؟ الشعب الفلسطيني بيحكم غزة. منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ما بعدكم عم بتقولوا انه حماس جزء من الشعب الفلسطيني يا استاذي؟ ما بعدك عم بتقول انه حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني؟ انا عم دافع عنك ابراهيم هلا. منظمة التحرير الفلسطيني وافقت حماس والجهاد وكل الفصائل بالعودة والانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية. منظمة التحرير بتمثل الكل الفلسطيني، يعني بدون ينضموا لألكم. البند الأساسي عندما شكلت منظمة التحرير الفلسطيني، كل فلسطيني من أبوين عثمانيين هو عضو في منظمة التحرير الفلسطينية، هذا بالقانون الأساسي لمنظمة التحرير. وحماس أعضاءها الفلسطينيين هم جزء من الشعب الفلسطيني. ونحن قلنا دائما، وحماس قالت، منظمة التحرير الفلسطيني مؤسس شرعي وحيد. طيب بس خليني اشوف رايي، استاذ ابراهيم بهذا الموضوع. شو رايك بهذا الكلام استاذ ابراهيم؟ استاذ توني، هذا كان مطلب حركه حماس، وهذه ليست المره الاولى التي توقع فيها حركه حماس على انها تريد حكومه وفاق وطني او حكومه وحده وطنيه. وقعت ذلك في 2014، وكان اثناء في بيت السيد اسماعيل هنيه في مخيم الشاطئ، كان اسمه اتفاق الشاطئ. كان يومها اسماعيل هنية رئيس للحكومة، واستقال من أجل تسليم السلطة الحكومة. هذا لا ضير. حماس لا تسعى إلى الحكم، هي تسعى إلى الشراكة، ليكون هناك بيئة سياسية تشاركية، وتدخل منظمة التحرير وفقا على إما الانتخابات أو التوافق. ولكن هناك انسداد في وجه حركة حماس واشتراطات على أنها يجب أن تعترف بإسرائيل، ويجب أن تعترف ب يعني الاتفاقيات التي وقعت مع إسرائيل. هذه هي الإشكالية. حماس أصلا هي تريد أن تكون هناك دور لحكومة الوحدة الوطنية. اليوم ما هو أولويات حركة حماس؟ أولويات غزة. كل ما يتم الحديث عنه ترف أمام الدماء التي تقطع غزة. يجب أن تقف، هذه الدم يجب أن يقف، العدو الإسرائيلي يجب أن يقف. طز في كل الحكومات، طز في كل الحكم. المهم الآن أن يوقف هذا الدم الفلسطيني المسفوك في قطاع غزة، ثم بعد ذلك يتم إغاثة شعبنا الفلسطيني، وليحكم من يحكم. ولهذا أنا أعتقد أن حماس ذاهبة لتقول من يريد أن يوقف هذا الدم فليأتي، لأنه الآن الأولوية أن يقف هذا الدم ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي اليوم لا يعادي حماس، يعادي كل فلسطيني، يعادي السلطة، يعادي فتح، يعادي أبو مازن. ولهذا يجب أن نتوحد في وجه هذا الاحتلال، وليس يجب أن نتصارع على يعني فتافيت
لا تغني ولا تسمع. ممتاز ممتاز، شكرا لك أستاذ إبراهيم المدهون، كاتب وباحث سياسي، كنت معنا من اسطنبول. شكرا أيضا لك أستاذ بلال قاسم، ضمن الوفد الفلسطيني الموجود في بكين. هل من تعليق بتحب تقوله قبل ما ننهي معك؟ أخي العزيز، عندي بس تعليق صغير على السيد المدهون. لم يطلب أحد من حماس أو من حركة فتح أو من جبهة الشعبية أو من جبهة التحرير الفلسطيني أن يعترف بإسرائيل. الاعتراف المتبادل الذي تم بين رابين ومنظمة التحرير أو الحكومة الإسرائيلية بقيادة رابين حينها باتفاق أوسلو لم يلزم أي فصيل فلسطيني. نحن في جبهة التحرير الفلسطينية أو الجبهة الديمقراطية أو الجبهة الشعبية أو حركة فتح حتى لم تعترف بإسرائيل، ولم نطلب يوما لا من حماس ولا من الجهاد. أنا بقود الحوار الفلسطيني، بحضر الحوار الفلسطيني من 2002. ليس مطلوبا من أي فصيل فلسطيني أن يعترف بإسرائيل. الاعتراف تم بين دولة فلسطين ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطيني وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. بس لأوضح للسيد المدهون للجميع، وهذا تم طرحه في اجتماع الصين اليوم وبالاجتماعات السابقة. ليس مطلوبا من أي حزب أو حركة فلسطينية أو جبهة أن تعترف بإسرائيل. شكرا لك أستاذ بلال قاسم، كنت معنا من بكين من العاصمة الصينية حكومة رابين. شكرا لك، كنت معنا من العاصمة الصينية ضمن الوفد الفلسطيني لجبهة التحرير الفلسطينية المشاركة في الاجتماعات القائمة بينكم وبين الفصائل الفلسطينية الأخرى، وأيضا الأستاذ إبراهيم المدهون من اسطنبول كان معنا.